كريم كراميل مع الموز والتمر. بنحتاج 2 كوب من الحليب السائل، موزة، باكيت من الكريم كراميل، 6 حبات من التمر، ولوز محمص. للتقديم بنقدمها مع كراميل سيرب أو فستق حلبي أو قطع الموز حسب المتوفر. صح. باكيت الكريم كراميل بده كاستين حليب، صح؟ أنا حاطة كاستين مي فيهم 4 معالق حليب باودر من حليب زين. تمام. صبح على حليب زين. كاستين مي مع 4 معالق كبار، صح؟ كل كاسة مي بدها معلقتين حليب كبار. باودر، فإحنا استخدمنا من حليب زين معلقتين لكل كاسة، يعني 4 معالق حليب باودر وكاستين من الحليب اللي هي المي، ذوبناهم ببعض وصار في عندي حليب سائل. هلا لهذا العيار كل باكيت كريم كراميل بده موزة حبة كبيرة صومالي، إذا مش موجود عندك حط 2 من الحب البلدي، الحبة الصغيرة. البلدي أزكى أصلاً. أزكى لأنه أحلى طبعاً، كثير أزكى البلدي. إذا موجود، إذا مش موجود حطي صومالي. لازم أشارك عندي كل إشي. أزكى إيمان عورتاني، وليد النمري، من محمد السفاسفة، ختام الشيبي، كمان هيثم عوامري، صباح الخير، شكرا يا هيثم. ميسر صافي، عندليب العناقرة، منار آل خطاب، يا صباح الفل، أم حسام دواغري، أيضا كمان مين معنا، أم فادي حبايبة، يا صباح الفل، شكرا لك يا أم فادي. شكرا لكم جميعا حقيقة، وكل سنة وأنتم سالمين. يلا يلا أم عبد الله النعيرات، صباح الخير. إذن ضربنا الخليط ضرباً مبرحاً. ما في أكثر من هيك. نأخذ ليان معنا على الخط. صباح الخير ليان. صباح الفل. أهلاً وسهلاً. كيف حالك؟ حبيبتي كل سنة وأنت سالمة يا ليان، يا صباح الفل. الأصفر الحلو. حبيبتي تسلمي لي يا رب. خلاص كل يوم من ده، كل يوم أصفر، كل يوم أصفر، إذا بدي أضلني أسمع هالحكي الحلو. عن جد. حبيبة قلبي. تسلمي لي يا ليان. ممكن احكي مع شفاعة؟ طبعا هيا عم تسمعك، تفضلي. الو صباح الورد. كيفك؟ اهلا يا قمر، اهلا وسهلا. كيف سؤال او سؤالين؟ قولي. امبارح عملنا خلطة سبرينج رول وجبناها جاهزة من السوق، من السوبر ماركت. العجينة؟ لما لفناها تكسرت. ليش تكسرت؟ كيف دوبتوا ثلجها؟ جبتوها حطيتوها برا ولا انتوا دوبتوها بالمايكروويف؟ ما بعرف، محطوطه كانت في الثلاجه وطلعناها عادي. هي بتكون، انا بقول لك، مكسره من نفس المكان اللي انت جبتي، بيكونوا حاطين الاغراض فوق بعض، بيجي زبون بده يطول شغله، طب العجينه وقعت على الارض تكسرت، بيجي المنسق تبع المبيعات بيرد بيرجعها على الثلاجه، فانت دائما يعني هذا بجوز ليان انت هلا رح تفيدي كثير ستات، انا ما بخطر على بالي احكي لكم بس بوقتها بحكي لكم. لما بتجيبي اي شيء دائما من الاطراف حسي بروس اصابعك، اذا حسيتي في فتفيت رجعي وخذي باكيت ثاني. كوني اشطر منهم. بتعرفي انا شو بعمل؟ انا باخذ من اللي جوا جوا. بالضبط، انا هذا طبعي، دائما بجيب اللي جوا جوا. بجيب من بكل شيء، اي منتج ما بعرف ليه ما بروح باخذ من اللي قدامي، يمكن هذا غلط صراحه، رح اغلبهم، بس باخذ اكثر من اللي جوا، خلص طبع ما بعرف. بتحب تدوقي؟ بحب ادوق. اللي جاهز؟ يلا. ما رح احط لك عليه سيرب. انه شوي حلو. لانه انا مش كثير بحب ال طبعا هو جامد. شايفين جامد ماسك حاله الكريم كراميل. هيا ها شوفي كيف عم بحركه بايدي. هيو انا كمان جامد، فعشان تشوفوا التكستشر. هيو مع الكسندر المعلقه رح يبين. كمان لما احط المعلقه فيه. صحيح. هيو جامد، هاي التكستشر تبعه. اوكي.
تمر، موز، اللوز المحمص لما بينطحن هذا انت مش حاطه فيه ولا سكر ولا شيء؟ ولا شيء، على حلاوه الموز وحلاوه التمر بس. على حلاوه التمر والموز، حلو يعني، حلو بطريقه لطيفه صراحه. صراحه هاي تحليه ممكن متى يستخدموها؟ برمضان اللي عندها ناس. قديش بتضلها بالثلاجة؟ أول ما تغلي وربع ساعة بتمسك حالها. خلاص ممتاز. بس يعني أزكى تكون باردة عشان فيها تمر. صح. وكمية السكر منيحة. استخدمت تمر مجهول، حسيتي إنه كمية التمر كتيرة، بدل 6 حبات حطي 3. تمام. والموز ما تستخدميها حلوة كتير، يعني مش مستوية. مستوية كتير. أيوة. والكراميل سيرب بلا منه، بس أنا بهمني أجمل الطبق قدامك. صح. على الهواء أكيد. تمام. أم محمد. أم محمد، أم محمد من الزرقاء، صباح الفل. أم أحمد حنتولي معاكي. أم أحمد حنتولي، كيفك؟ دائماً بتبعتي لنا تعليقات ونصبح عليك. يا صباح الفل يا أم أحمد. حبيبة عمري، صباح الورد. يسعد صباحك، كل سنة وأنت سالمة. وأنت سالمة يا رب حبيبتي. ممكن أحكي مع الشيف علا؟ هاي عم تسمعك، تفضلي. أهلاً يا أم أحمد. صباح الورد يا عمري. اهلا حبيبتي، صباح الفل. اول انا بشكرك، لانه اللي ما بشكر الناس مش من الناس، انك لبيتي وعملتي لي كرات البطاطا اللي بدون بيض عشان تعرفي. ام احمد شكرا لك، الله يسعدك. بدي اعملهم اليوم، ممكن احشيهم كمان جبنه ولا بفرطوا؟ لا ما بفرطوا، بس ايش بدك تسوي؟ طلعي علي شو بدك تسوي. بدك تجيبي حبه حشوه البطاطا، امسحي ايدك هيك بشويه مي يا ام احمد. تمام. بتحط البطاطا عشان ما تدبق بايدك، رح تصير زي عجينه. بتجيب الجبنه اللي بدك تحشيها، جربي احشيها حلوم، ممكن احنا عجناها بموزاريلا، بدك تحطي جواها كمان موزاريلا رح يصير اوفر. جربي جيبي اللي هي حلوم، قطعيها مكعبات صغيره وحطيها بالنص، بعدين بتلميها زي حبه المعمول. كيف نتعامل مع معمول السميد؟ نفس المبدا، وان شاء الله بيكون بالك راضي عنا يا رب. صحه والف عافيه يا رب. هيثم الشطي أبو شادي، صباح الخير. أم أحمد شطناوي، هيا الشطي صباح الخير. أشوف إذا في أسئلة. أم طارق العماوي، يحيى الباعوني صباح الخير. لازم تعملي لنا قطايف بالسمن البلدي، طلبات. هاي القطايف تعرفي أنية اللي الحبة الكبيرة بتيجي زي القرص اللي بنسويها في صدر الكنافة. تمام. نوال نصيرات النادبة، صباح الخير. كمال أبو فارة ركان قضاح، صباح الخير. وناخذ أم محمد من إربد، صباح الفل. صباح الورد، كيفك؟ أم محمد سمعيتنا؟ علي لنا صوتك لو سمحت شوي. كيفك؟ شو أخباركم؟ تمام الحمد لله، أهلا وسهلا، كل سنة وأنت سالمة. يا رب يعطيك ألف عافية. الله يسعدك يا رب. علي لنا صوتك شوي يا أم محمد حتى نسمعك أكثر. بدي أحكي مع الشيف علاء. هاي عم تسمعك، تفضلي. ألو صباح الخير. صباح الورد شيف علاء، كيفك؟ أهلا يا أم محمد. ايش اخبارك؟ تمام الحمد لله رضا. الله يعطيك الف عافيه على هالوصفات اللي بتعمليها. احنا وانت يا ام محمد. شربتي قهوتك؟ شربناها يعني. شربناها. صحه وعافيه. صحه وهنا، صحه وهنا. اهلا وسهلا فيك يا امر، صباحك سعيد. شيف علي، اطلب منك طلب. امر يلا اموري، بس علي لي صوتك. انا داخله على الله ثم عليك، بدي استوصل معي البرنامج ضروري. نعم خليكي على الهواء يا أمر، وتحت الهواء الشباب يساعدوك إن شاء الله، وخذ الرقم. أهلا وسهلا. هلأ الكريم كراميل شو رح يصير ألكساندرا؟ هو كيف بعرف إنه تمام؟ لما بفور. وهذا نفس الإشي رح يفور، بس ما رح يفور زي العادي اللي بفور بوصل لباب الطنجرة. ليش؟ لأنه في إشي تقيل ماسكو. في عندي موز، في عندي كمان لوز محمص. اللوز المحمص جربي حمصي وأهرسي، اطحني ناعم وأطبخي مع المهلبية، او مثلا بديش احكي مع اللي هي طليه تزعلوا مني، خليها زي ما هي ازكى. بس انا مثلا عملت مهلبيه عربيه بنكهه الايس كريم، حطيت مستكه وحطيت فستق حلبي بالبقلها. وكانت طعمتها زي طعمه الايس كريم، بس ايش اللهم انه شيء مهلبيه. ففي افكار كتير. هلا شوفوا هذا لما بصير يغلي، يا دوب رح يطلع يا دوب هيك شوي لهون محل ما الخليط واصل، لانه تقل التمر بمسكه. شوفوا قشره التمر، كل الفايده اللي فيها صارت هون. هاي وجبه لابن سنه بكيف عليها. طيبه كتير. وشقف اللوز اللي فيها كمان كتير طيبه. ناخذ ابتسام من عجلون. اهلا اهلا، انا الكساندرا. اول شيء بدي اصبح عليكي، هي الشيف علا كمان معك، تصبح عليك. صبحي على الشيف علا، والله يسعدك يا رب. اهلا يا قمر، على اطباق الزاكي والله. صباحك ورد حبيبتي، اهلا وسهلا. الله يسعدك اول باول والله. اهلا وسهلا فيك بكل وقت يا قمر. شكرا على اطباق الزاكي، وبت
يعني الاكلات اللي بتسويها كل يوم بتجددي نشاطنا اكثر واكثر يا شيف. ان شاء الله صحتكم وعافيتكم معكم دائما يا رب. الله يقويكم جميعا. الله يقويك يا رب. وبارك لبنتي ربى مولودها الجديد جواد. يا حبيبتي ألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك يا رب مستر عليك عزكم ودلالكم. أهلا وسهلا يعطيك العافية. طبعا في سؤال ما لحقته بس إشي إله دخل بالكوسة باللبن للأسف مش قادرة ألحق السؤال. هلأ إذا عاود رجع طلع مرة تانية قبل ما نختم معاكم. بس دائما الشيف علا بتحاول تشوف كل التعليقات بعد ما ينزل اللايف لانه بيكون اسهل انها تشوف التعليقات اذا في اسئله ممكن انها تجاوبكم عليها او اذا في طلبات كمان حابين انه تعمل لكم اياها. وصلنا للختام. يعني هي الطبق الكريم كراميل بالموز والتمر واللوز صار جاهز على مائده مطبخ يوم جديد. أنا بكرة ما راح أكون معكم بس بدي أعيد عليكم مسبقاً بيوم المرأة العالمي. يوم المرأة العالمي هو فعلياً يعني يوم إحنا بنحتفل فيه بس هو كل الأيام إحنا لازم نكون داعمين لبعض، لازم نكون واثقين ببعض. أوقات كثير بيقولوا عدو المرأة الأول هو المرأة، فإحنا ما بدنا نسمع هاي الجملة، بالعكس إحنا بدنا تكون ثقتنا كبيرة بالنساء اللي موجودين حوالينا ونبني علاقات طيبة مع اللي حوالينا. ومش معناته أنه يوم المرأة إذا إحنا بنستغني عن الرجل، لا، الرجل والمرأة هم فعلا شركاء بهذه الحياة، كلهم بيدعموا بعض وكل إشي بالحياة هو مهم ومفيد. فكل سنة وإنتوا سالمين وإن شاء الله بلتقيكم أنا بإذن الله الأسبوع الجاي، بس أكيد يوم جديد بيتجدد معكم بشكل يومي من 7:30 لل11. كل سنة يعطيك ألف عافية حبيبتي. الله يسعدك يعطيك ألف عافية. وكل عام وأكيد كل السيدات بألف خير. بالأول وبالآخر الدنيا بخير والدنيا حلوة. صح. لا غنى عن الرجل ولا غنى عن المرأة، يعني هاي سنة الحياة بالأول وبالآخر. عدو المرأة المرأة يعني ممكن وممكن لا. بالأول وبالآخر الحياة حلوة والدنيا حلوة، اللي مش اللي بزعجك زيحه من طريقك ومشي. الحياة رايحة، يعني دائما أهالينا بيقولوا الدنيا رايحة، انبسطوا بحياتكم وإن شاء الله أيامكم كلياتها حلوة. ودائما الست اللي بتربي بتخلف وبتربي وبتقود مسؤولية البيت وبتتحمل مسؤولية الزوج وعلى أكبر وجه وبعدين بتكبرهم وبصيروا رجال طولها، هي هاي يرفع لها القبعة دائما. أنتوا دائما المصدر الأول والأخير لا إلهامنا، ونكبر فيكم وبنكمل معاكم. ديروا بالكم على حالكم، نشوفكم غدا إن شاء الله. باي باي، كل سنة أنتوا سالمين.